حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا بداية وفي أول المواضيع نتحدث عن تقرير جديد لمركز راصد. هذه المرة تم رصد تواجد أعضاء مجلس النواب على وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وعلى التويتر، من ناحية عدد المعجبين بصفحاتهم، من ناحية عدد منشوراتهم، من ناحية أيضا التفاعل مع هذه المنشورات، من ناحية مضمون هذه المنشورات وعلاقتها بالعمل النيابي، أيضا صفحة مجلس النواب الرسمية. حابين يعني نستعرض أبرز ما ورد في هذا التقرير مع مدير مركز راصد، نرحب به الدكتور عامر بني عامر. دكتور عامر مساء الخير. مساء الخير لكل جمهورك الحبيب، يعطيك العافية. حياتنا دكتور، يعني جهود مقدرة لمركز راصد لمعلومات بتزيد الوعي للمتابع لأداء مجلس النواب وأعضائه، وهذه المرة عن مواقع التواصل الاجتماعي وتواجد النواب عليه. حابين هيك تعطينا أبرز ما خلصتم به في هذا التقرير الدكتور. حقيقة هذا جاء لتجربة أولى على مستوى المنطقة العربية لتقييم أداء النواب، أولا على المستوى مجلس النواب كمجلس نواب، وثانيا على مستوى اللجان الكتل، ثم الأفراد كل أعضاء مجلس النواب، حيث تم تطوير بطاقة تقييم أداء لكل نائب في البرلمان وكل لجنة وكل كتلة في البرلمان على مواقع التواصل الفيسبوك وتويتر بشكل خاص، وحاولنا يعني باقي المواقع، لكن الحقيقة النواب يتواجدون بشكل أساسي 115 نائب يتواجدون على فيسبوك و23 نائب على تويتر، يعني في 15 نائب غير متواجدين على شبكة الفيسبوك، وفي هناك عندك 107 نواب غير متواجدين على تويتر، وهم اللي أكثر شيوعا والانتشارا. تابعنا مضمون المنشورات الموجودة على الفيسبوك، فوجدنا بأن 3% من منشورات النواب على الفيسبوك كانت تشاورية فقط، أي أن هناك 97% من المنشورات هي حول مواضيع اجتماعية وغيرها، وحقيقة هذا يعتبر خلل، بحيث أنه حجم المنشورات التي يقدمها النواب للتشاور مع جماهيرهم وإطلاع جماهيرهم على مضمون ما يدور داخل المجلس قليل جدا. النقطة الثانية هناك اللي هي عفوا يعني بس عشان دكتور هيك نفهمها، التشاورية يعني النائب بيسأل الجمهور الصفحة أنه بدكوا أصوت بنعم أو لا على القانون أو هيك شيء؟ نعم صحيح، بنعم أو لا، أو مثلا هناك مطروح على المجلس قانون ضريبة، ما هو رأيكم؟ ليس فقط بنعم أو لا، حتى اقتراحات لتطوير القانون أو إضافة مقترحات داخل هي 3% من مجمل كل النواب 115 اللي عندهم صفحات. نعم صحيح. نعم صحيح، من مجمل كل المنشورات، حتى يعني من كل المنشورات. الملاحظة الثانية المهمة جدا أنه صحيح أنه في هناك 115 نائب عندهم حسابات على الفيسبوك، إلا أنه هناك 10 نواب يستحوذوا على المشاركات المنشورات ومجموع التعليقات بشكل أساسي، يعني تتحكي عن 77% من مجموع التعليقات اللي موجودة على منشورات النواب كلها جمعها 10 نواب فقط، فهذا يدل على أنه هناك تقريبا 10 نواب هم اللي مسيطرين على يعني أو هم اللي أكثر فاعلية، دخلوا 77% من مجمل التعليقات اللي موجودة على كل التعليقات الخاصة بالمجلس أعضاء المجلس، وهذه يعني نقطة لتحفيز أعضاء مجلس النواب أنه لتفعيل حساباتهم على الفيسبوك وتفعيل التفاعل مع جمهورهم، لأنه في غاية الأهمية حقيقة أن يكون هناك لديك حساب. تتبعنا أيضا مقارنة ما بين مجلس النواب الأردني وبين المجالس النواب في المنطقة العربية، فوجدنا بأن مجلس النواب الأردني الأكثر المجالس تفاعلا على صفحة الفيسبوك من حيث عدد المعجبين والمتابعين وطريقة الطرح اللي بيقدم المجلس، وهذا يحسب لمجلس النواب الأردني حقيقة بالفترة الماضية لتفعيل حسابه على الفيسبوك وتواصل وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا على مستوى الكتل دكتور، هل ظهر تواجد غير نعم تواجد أنا الفردي؟ أنا أتحدث أنتقل إلى موضوع الكتل واللجان. أيضا وجدنا بأنه موضوع الكتل للأسف الشديد كتلة واحدة فقط لا غير اللي عندها حساب عن الفيسبوك، وهي كتلة الإصلاح، ويعني حقيقة اليوم كان في عدد كبير من النواب عندما طرحنا التقرير، وهناك بعض النواب في كتل مختلفة تعهدوا بأن يعني يبدأوا صفحات لكتل، لأنه كتلة الإصلاح الوحيدة اللي عندها حقيقة حساب على الفيسبوك، وهذا محفز لباقي الكتل أن يكون لديها حساب على صفحة الفيسبوك لتتفاعل فيه مع جماهيرها، وأن يكون هناك يعني نشر لأخبارها وتشاور حتى مع الجمهور، يعني هذا أهم من العمل الفردي الخاص به. أيضا تتبعنا في اللجان، يعني هناك حقيقة لجنة فلسطين كانت من أكثر اللجان اللي عندها تعليقات، ولجنة اللجنة الإدارية أكثر اللجان اللي كان عندها معجبين أو يعني اللي بيعملوا لايك على صفحة
اللجنة الإدارية. الجيد أنه جميع لجان المجلس موجودة على صفحة فيسبوك وعندها العلامة الزرقاء اللي هي العلامة المعتمدة بأن هاي اللجان تعتبر مواقع رسمية بشكل عام. لا شك أنه في نواب يعني في تباين كبير جدا يعني بين عدد المتابعين للنواب. من في عندك نواب عندهم 1,116,000 يعني متابع على صفحة الفيسبوك. محمد دكتور محمد نحلق ضاء، وبعد يجي النائب معتز أبو رمان 214,000، ثم النائب محمد الرياضي، ثم النائب خليل عطية، ثم النائب مرام الحيصة، ثم النائب يحيى السعود. هذا التتابع. لكن أنا يعني هذا تعرف أن في ناس بيعملوا له دفع سبونسر على يعني للحصول على مزيد من اللايكات. المهم في الموضوع حقيقة واللي راح يكون ركز عليه بالفترة القادمة اللي هو مضمون هذه المنشورات. يعني الآن احنا قدمنا اليوم هذا الموضوع كتجربة أولى، تحفيز النواب بشكل عام للتواصل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. حتى انتم اعتمدتوا موضوع الإعجابات، يعني لفتني برضو انه يعني على الرغم من انه دكتور محمد دوح عنده يعني زي ما حكيت 1,016,000، ولكن مجموع اعجابات معتز أبو رمان اللي عنده 250,000 اكثر، وحتى رياضي اكثر. هلا يعني شوف دكتور محمد دوح صحيح عنده هذا الرقم، لكن معظم يعني عدد المنشورات التشاورية اللي لدكتور محمد نوح خلال عام كامل لم تتجاوز 35 منشور، وبالتالي يعني عدد المنشور يعني هلا مضمون المنشورات في غالبها اجتماعية دينية، وهذا يعني سيكون بالمرحلة القادمة تركيزنا على مضمون المنشور وليس على عدد يعني اللايكات، بقدر ما انه احنا مضمون المنشور وقديش الناس بيعملوا متابعة للمنشور او شير لهذا او لهذا المنشور بحد ذاته. ملاحظة بجزء بهم تحبهم يذكرها بالاخر انه عدد المتابعين بشكل عام لكل اعضاء مجلس النواب على صفحة الفيسبوك من الاردنيين 2.7 مليون متابع، وهذا رقم حقيقة ليس يعني قليل. إذا ما قلنا أنه في 5 مليون أردني على الفيسبوك، 2.7 مليون بتابع، هاي فرصة مهمة للنواب أنهم يعرفوا بأن الأردنيين ممكن التواصل معهم بسهولة بالغة جدا، وبيعني أقل المبالغ الممكنة. ممكن أنت تعمل $10 سبونسر توصل للأردنيين تتواصل معهم كنائب وتتفاعل معهم، وهذا أمر مهم جدا يعني أنه تعرف هاي النتيجة بالمرحلة القادمة. جميل جميل. أنا وصلني بس هيك من باب التشاركية دكتور، مع تقدير كل التقدير لجهود الشباب في مركز راصد من فريق الإعداد، أنه على سبيل المثال مرام الحيصة اللي حصلت على مرتبة الخامسة فعليا هي ما عندها 112، عندها 5,000، يمكن في خطا. هلا 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 هي نقطه مهمه. في انت عندك العدد بينزل كثير، وفي عندك مشكله ثانيه بتعرفها انه في عندك بعض النواب عندهم 6 و7 صفحات على الفيسبوك. فانت هاي النقطه بتعملوا المجموع مجموع كل الصفحات. لا احنا صرنا نبحث عن اللي عندها عن النائب عن الصفحه اللي فيها اعلى شيء المعتمد في النهايه اللي فيها اعلى عدد، لانه مشكله يعني زي النائب معتز أبو رمان حتى اليوم كان معنا في الجلسه قلت له سعادتك انت عندك 11 صفحه فتعبنا واحنا نركب وراك يعني وفي تكرار يعني بين الصفحات. فهلا هاي المرحله الجايه راح تكون انه احنا ناكد على كل نادي يكون عنده صفحه وليس اللي هي الصفحه الخاصه، انما البيج المفتوحه للجميع وتكون هاي هي المعتمده حتى نستطيع انك تتبعه فيها وتعرف انه هو النائب اللي بيعتمدها بشكل اساسي. نعم. هي ايضا من باب المعلومه على مستوى المحافظات كان في شويه اختلافات، يعني في اربد خالد ابو حسان هو الاول اللي وصلني، المفرق في ريم ابو دلبوح ومادبة عدنان ركيبات ومعان محمد الفلاحات على عكس يعني الاسماء الوردات. هي بس من باب التشاركيه والتصحيح يعني المعلومه، اذا خاصه المعلومه منشوره وهي جهود مشتركه. على كل حال احنا راح نرسل لكم المعلومات هاي اللي وصلها فريق الاعداد لعله يكون في يعني لتاكيد تصحيح هذه. لا شك انه احنا اليوم يعني قلنا للساده النواب انه احنا بنكون سعداء جدا انه نسمع اي تقدير راجع، وكان في اعلاميين وقدموا ارائهم ايضا. هذه التجربه الاولى على مستوى المنطقه العربيه، محتاجه انها تتطور ومحتاجه انه ناخذ فيها اراء متعدده. لكن انا يعني باكد لك بانه يعني تعدد الصفحات لبعض النواب بيخلق حاله من الارباك، فانت بتعتمد على اي صفحه فتحت وعلى اي صفحه عديت يعني. فبالعكس وبيسعدنا انه فريقه يتواصل معنا، احنا مستعدين ل تعديل او تصحيح اي معلومه اذا وردت خطا في تقريرنا. جميل يا سيدي، مشكورين، شكرا جزيلا لك استاذ دكتور عامر، وايضا شكر لفريق راصد الله يعطيهم العافيه. اذا مدير مركز راصد دكتور عامر بن عامر شكرا جزيلا لك، وواضح بانه يعني في تفاعل من النواب، ولكن التفاعل مقتصر على عدد محدود، يعني 115 اللي عندهم صفحات و10 الفعالين، 10 الفعالين. ويعني احنا كان عندنا ملاحظات، مثلا مرام الحيصة زي ما حكيت هي مش من ضمن العشرة، وكان الدكتور الأستاذ صالح العرموطي مش من ضمنهم، ولكن لما احنا نحذف مرام لأنه فعليا صفحاتها
ما عندها هذا العدد 112,000، بكون صالح العرموطي رقم 10، وصالح العرموطي حصل على المركز الأول في عدد المداخلات في قانون، في نقاش قانون ضريبة الدخل. ضريبة الدخل حصل على يمكن 14 مداخلة، كان في المركز الأول. وأيضا اللافت، وهذا من باب المعلومة، معلومات وليست آراء، معلومات وليست آراء، أن كتلة الإصلاح النيابية هي الكتلة الوحيدة زي ما حكى الدكتور، الكتلة الوحيدة اللي عندها صفحة، والكتلة الوحيدة اللي عندها تفاعل على الفيسبوك، وأعضائها هم أكثر أعضاء مشاركة على مستوى المتابعين والتفاعل على الفيسبوك وأيضا على التويتر، وخاصة الدكتورة ديمة طهبوب وهدى العتوم على تويتر موجودين. وأيضا المداخلات في القوانين المهمة كقانون ضريبة الدخل هم الكتلة الأكثر مداخلة والأكثر مشاركة في نقاش هذا القانون. وبعد المشاركة، بعد هذه المشاركة اللي هي أكبر عدد من المشاركات في قانون ضريبة الدخل، صوتوا ضد القانون. عشان اللي ملزق على قصة ومصر انه يعني ما يفهم الصح في قصة الموازنة السنة الماضية، هاي الموازنة خلصت منها الحكومة راح تحيلها على مجلس النواب بالمناسبة، موازنة 2019. ولكن 2018 لما امتنع عن التصويت وغادروا الجلسة، قاطعوا الجلسة كتلة الإصلاح، حكوا انه انتوا اللي مررتوها. طب الآن شاركوا في قانون ضريبة الدخل وأدلوا بأكبر عدد من المشاركات، ولما صار التصويت ظلوا متواجدين وصوتوا ضد القانون، ما حدا جاب سيرتهم، ما حدا جاب سيرة موقف كتلة الإصلاح من قانون ضريبة الدخل، اللي هم الكتلة الوحيدة اللي رفضت القانون كاملا، كامل الكتلة رفضت الكامل القانون. 10، وصالح العرموطي حصل على المركز الأول في عدد المداخلات في قانون، في نقاش قانون ضريبة الدخل. ضريبة الدخل حصل على يمكن 14 مداخلة، كان في المركز الأول. وأيضا اللافت، وهذا من باب المعلومة، معلومات وليست آراء، معلومات وليست آراء، أن كتلة الإصلاح النيابية هي الكتلة الوحيدة زي ما حكى الدكتور، الكتلة الوحيدة اللي عندها صفحة، والكتلة الوحيدة اللي عندها تفاعل على الفيسبوك، وأعضائها هم أكثر أعضاء مشاركة على مستوى المتابعين والتفاعل على الفيسبوك وأيضا على التويتر، وخاصة الدكتورة ديمة طهبوب وهدى العتوم على تويتر موجودين. وأيضا المداخلات في القوانين المهمة كقانون ضريبة الدخل هم الكتلة الأكثر مداخلة والأكثر مشاركة في نقاش هذا القانون. وبعد المشاركة، بعد هذه المشاركة اللي هي أكبر عدد من المشاركات في قانون ضريبة الدخل، صوتوا ضد القانون. عشان اللي ملزق على قصة ومصر انه يعني ما يفهم الصح في قصة الموازنة السنة الماضية، هاي الموازنة خلصت منها الحكومة راح تحيلها على مجلس النواب بالمناسبة، موازنة 2019. ولكن 2018 لما امتنع عن التصويت وغادروا الجلسة، قاطعوا الجلسة كتلة الإصلاح، حكوا إنه أنتوا اللي مررتوها. طب الآن شاركوا في قانون ضريبة الدخل وأدلوا بأكبر عدد من المشاركات، ولما صار التصويت ظلوا متواجدين وصوتوا ضد القانون، ما حدا جاب سيرتهم، ما حدا جاب سيرة موقف كتلة الإصلاح من قانون ضريبة الدخل، اللي هم الكتلة الوحيدة اللي رفضت القانون كاملا، كامل الكتلة رفضت الكامل القانون. وقبل ما ترفضوا ما كانت سلبية وظلت قاعدة، لا، وشاركت حتى يعني يكون لها دور في تصحيح القانون وعودة الأمور إلى ما كان عليه، أو القانون المطبق حاليا بدون تعديلات. على كل حال، خلينا نشوف هذا العرض اللي بيبين بعض يعني الأرقام تشوفوها أمامكم على الشاشة فيما يتعلق بالنواب الأكثر تفاعلا، ومع تصحيح، مع تصحيح فريق الإعداد لبرنامج استوديو اليرموك على المعلومات اللي وردت، مع كل تقدير من فريق راسم.